هاد السيد هذا مسكين جا لهاد البلاصه باش يرتاح بالمعاناه ديال الحياه، وقال اجي نفوج نجلس في هاد القهوه هذه المتواضعه اللي في هاد الكراسه ديال لي بيبي، ما فهمتش علاش حتى كيطرى لك هرب يا معلم، هرب، عفط عفط عفط، ما تشوفش من وراك. تينا ما فهمتش القضيه بعدا كيفاش طرات. عاد خونا راه تحدى الجاذبيه الاخوان، شوفوا الكرسي اللي كان جالس عليه والطابله راه طاحوا، هو شوف ضرب فاسيان ولا ما عرف شنو دار. هاد السيد كيتريني ما كايناش الريفلكس اللي دار هاد خونا، والله حتى معجزه ربانيه راه ما يمكنش. وشوف شي شويه هاد الزيت احداني انا، شو هذا؟ هاد خونا مكثره الصدمه عض على لسانه وما بقاش قاد يهضر، ولكن راه بزاف راه الزهر اللي عندك اخاي قضيتي هنا. سبحان الله العظيم في ديك الوقيته شوف جا شي ميساج من عند الله انه يزيد شويه لقدام وطاحت الحال. السبب اش؟ والله ما عرفنا السبب، بالله والله ياخذ فيهم حق. هاد خوتنا مقاتلين باش يطلعوا ديك الحوته اللي شدت لهم في الصناره، ولكن ما توقعوش انها غتنقص عليهم حوته اخرى. تلعب هذا ما مكتابه اليوم، ديك الحوته هي اللي غياخذوا. طوديني بني مكات الله يرحم يمك. ها واحد اخر كيتعاود ليه نفس البلان ديال الاول، هو شاف شي حاجه مشيت ليه نقص سلاح. شوفوا الاخوان الشجره فين غتضرب، راه غير شي 3 سنتيمترات تما على ظهره، يعني هاد الشجره هادي كون طاحت له على ظهره راه 100% غيتقسم ليه ظهره ولا شي حاجه يطرى ليه في العمود الفقري. شوف ربي كيفاش حفظو. ارزقك من الموت. هاد خوتنا غادي بموتور، خونا طاح ليه التليفون ضرب في الارض، جا عند صاحبو اللي وراه. ترى راه ما يمكنش، راه شوف شوف راه في الفيزيك راه ما يمكنش القضيه اللي وقعت. ضرب طلع جا عنده ماشي تشدو، راه جا عنده الحضن ديالو، قال له احضني. بعد المرات يا اخوان ديك العياقه الخاويه تقدر دير لك حياتك. ضربوا لي على خونا شنو بغى يدير، بغى يهبط هنا وينقز ويفوت ديك الحديد، وشوف شنو طرا. عرفتي الاخوه الاحتماليه ديال تجي رجليك ما بين جوج الحديدات راه قليل بزاف. شوف شحال من حديده واقفه فحال هكا، لا ما جيتيش في هذه غتجي في هذه، لا ما جيتيش في هذه غتجي في هذه. خونا ما طرا ليه والو، شوف ها هو غيوقف في الاخر. ها انت مرتاح، هذا اليوم كاع. هاي اي حاجه دير. هاد خونا تقاتل حتى صيد ديك الحوته الصغيره، ولكن ما كانش متوقع انها غتنقص حوته كبيره وغتجي في الشبكه تلعب. هي تنقص الحوته اللي عندك راه نقولوا ماشي مشكل، هاربه ماشي تمساح ولا شي حاجه، ولكن باش تنقص وتجي عندك في الشبكه اسمح لي يا خويا خصك نهار تولد بنتك تسميها زهره، حيت راه عندك الزهر ديال لاله زهره. بسبب الشتا بزاف اللي طاحت في هاد البلاصه، شوف كتبان لك هاد القنطره راه قربات طيح، راه ما بقى فيها والو. وضربوا لي على هاد السيد كيفاش حفظه الله يا خويا، راه هو غادي يدز من القنطره. شوف كي كدير غير يخرج منها قريب القنطره كامل، والمساخط هادو اللي كيغوشوا دابا تيديروا يا زعما راه طاحت القنطره. واش هذيك الطوبه اللي دايزه فوق القنطره؟ راه بنادم هذاك اصاحبي، بنادم راه غيطيح غيموت. واه ياك وعقل على الصمته دايره، حضر راسك وبقى فيا الحال. اكثر الكسايد اللي تيكونوا في الطريق تيكونوا ما متوقعينش، ولكن تكون غادي وتلقى مطربه جايه لجهتك تلادي لا. هذا عليا. السلام عليكم، بعد هي الاولى. لا شنو بيني وبينك؟ شنو داير لك؟ شنو فاعل لك؟ وانا الا كانت دايزه غير بخوشه ما نقدرش نقتلها. هذا الماتش اللي كتشوفوا دابا هو الفينال ديال واحد البطوله ديال هذه اللعيبه هذه، والبلان اللي سطاني هو ان جوج توام وبجوج وصلوا للفينال وجايين دابا يلعبوا ضد بعضياتهم بالروج. ولا قبل ما تكمل لا فيديو اكتب لي في لي كومونتاج كل اللي غيربح، واش اللي على اليمين ولا اللي على اليسار ولا غيتعادلوا، لا نقلتي ما نسمحلكش الدنيا واخر، حيت الا جبتيها راه شابو ديالك. امبوسيبل اصاحبي تعرف ترى الحماس راه ميمكنش توأم في الفيرا. باش تعرفوا واحد الحاجة، الرقم 8 راه هو الثواني، و4 هي جزء من الثانية، و6 شنا هي؟ جزء من الثانية، وذاك الرقم 1 ما عرفتش شنا هو كاع، هذاك هي زايد هذاك في الكون، كون داروا غير الثواني كون راه تعادلوا. يعني الإخوان هاد الصدفة هذه ميمكنش تقدر تعاود مرة أخرى. طويلي! طويلي! هاد خونا باينة فقد الكونترول على الطوموبيل، ولكن شوف أخوتي كيفاش داز منا. عرفتي الاحتماليه ديال الدوز من هاد الطريق هادي وبهاد الطوموبيلات كامل وما تقيسكش شي طوموبيل راه 0.00001% راه ما يمكنش. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناه ياس بلايس، عدت لكم بحلقه جديده من جي تي اي 5. دابا عادي تدخل البحر وتشوف الحوت كينقص هكا قدامك، ولكن اللي ماشي عادي هو ضربوا لي على هاد الحوت نقص قريب بشي سنتيمترات اللي قلال على الباط. وتصوروا معايا الاخوان كون طاح دابا هذا فوق البحر، راه ما يمكنش، راه بنادم غيتعجن يا غيتهرس ليه راسو يا غيغيب يتخنق وغيغرق في الماء، ولكن ضربوا لي سيدي ربي كيفاش حفظهم في هذه اللحظه. هذا المدافع عمرو تخيل في حياته انه يقدر يماركي شي بيت بحال هذا، والبلان الكبير انه شوف فين جابو في الفوطه ودخلاتها بجي مثالي. بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا يا بابا.
هاد خونا هذا كيتزلج عادي في الثلج ناشط مع راسه، ولكن شوفوا ربي من ناجح حفظوا عباد الله. السلام عليكم بعديا الاولى. كوكو صافا كومون فاتي لي زونفون صافا؟ اش هذا؟ اش كدير انت تما؟ والو هرب معلم هرب، عفط 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 ما تشوفش من وراك. ترى ماشي طوموبيل وحده دايزه، ترى جوج طوموبيلات ومقابلين يعني جايين عكس بعضيات. يلا غدار بدا هاد الصياد هذا صيد شي حوته في هاد البلاصه وضربوا ليا شكون اللي جاي قاصد سمكه القرش. راه كنقصد بنادم انا قصد طريبه الدم واحد روجه دارميه جاب الله الاخوان. شوف هاد الرجليه في الوقت المناسب حيت كون شدوا في رجليه يقدر يهبطوا ويبدا يعطف فيه ويقتلوا. هذا ما عرفتش اشنو كيدير هنا، هذا مالو اجابوا لهنا. هاد الدراري طارت لهم كره وخونا طلع يجبدها من الفوق، وتصوروا معايا الزهر اللي عنده لقى بزاف ديال الكواري تما. بابا يا 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 هاد خونا جيب باسي كورا لصاحبو استقلقا راسو ماركابيش. سبحان الله هاد خونا هذا كيمسح الجاج ديال الطوموبيل من الثلج باش من بعد يركب ويمشي يقضي الغراض ديالو. ضربوا ليا الاخوان شنو غادي يطرى. الله اكبر شنو داكشي طاح فشي راه شوف الطوموبيله كيش بغجت. دابا تصوروا معايا كون دغيا نقى داك الجاج وطلع في الطوموبيله ديالو وطاحت عليه هاد العيب. نسبه قليله انه يقدر يعيش الاخوان حيت شوفوا اربعه د البلايص كامل معوسين. هاد السيد ومرتو وبنتو الصغيره كانوا كيحاولوا اكثر من ساعه باش يصيدوا غير حوته وحده والو ما قدرش. وشوفوا رزقهم كيفاش غيجي لعندهم، حوته غتبدا تنقص حتى غتطلع في الفلوك. والمشكله الحوته كانت كبيره شويه بدات كتزعزع عليهم في الفلوكه وكانوا غيتقلبوا. هاد الفيديو اللي غنشوفو دابا جمع ما بين اكثر واحد منحوس في العالم وما بين اكثر واحد عنده الزهر في العالم. المنحوس هو اللي غادي يتيري كوره باش نحددو المسائل من الاول. يلا سير السي ابراهيم. ها الاولى ضاعت، ها الثانيه ضاعت، ها الثالثه ضاعت. علاش الكور هو اكثر شخص عنده الزهر في العالم؟ حيت هو ما تعذبش. شوفوا الاخوان راه غيتلح على وحده من بعد صافي دور ظهره هو مغادي في حاله، فهمتي؟ صافي مابقاش كاع بسوق البرا خاويه والله يبا دخلات. طق لي في الكومونتير جوج صحابك، واحد منحوس بزاف ديما ناقصكم في الحياه، والاخر عنده الزهر بزاف وديما ميسر مع الامور. بلا ما تقول لهم شكون فيهم المنحوس شكون اللي فيهم عنده الزهر، خليه يفهم راسو براس. هاد السيد هذا قاد ظهره هنا بلاصه ما يخليه لشي طوموبيله جايه قاصده ولا شي تران ولا يتلح من الطياره، هو سالا هنايا حيت راه ما يمكنش يكون قاصده باللعيبه. هاد خوتنا غير حفظهم الله، حيت كما كتشوفوا دازوا فوق داك العمود ديال الخشب وما حسوش به. وشوف شنو غيطلع. مالي السي ابراهيم، مالي السي ابراهيم، وقف وقف. دابا تصور هذاك وندخل فيه هو متي. هاد السيده اللي في الطوموبيل كتعاين مولات المحل تجيب لها التقضيه اللي طلباتها. ومن الخير الاخوان ان مولات المحل تعطلات شويه حيت راه كانت غتوقع واحد الكارثه اللي كبيره. خونا الزهر اللي عنده الدرون طاح حتى صاحبي في البلاصه اللي كان فيها يلا دابا شي جوج ثواني. كون تعطل غير شويه شي ثانيه اطيح عليه داك الدرون تقدر تقطع له شي يد ولا شي رجل. الناس اللي تيقول لك هذا ما دير ليه والو غير هذيك الدي جي اي ميني قاصني في صبعي والله حتى كانت غطيرو لي عاد. هذه يا صاحبي هذا راه دايرين بحال السيوفه تيدورو بحالك، يعني طيح لك على رجل على يد مشات لك. هاد خونا رمى الكانيت من قبل القنطره شد صاحبه من بعد القنطره. ترى بزاف اصاحبي ترى بزاف، هادي هادي ديال خوتي بزاف. هاي 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 واش كارد بنادم هذا كريزي مان. في حياتي كامله وانا كنتمنى نشوف شي واحد قدر يخرج الذهب من هاد البلاصه، حتى شفت هاد المزهر قدر يديرها. انت شده بيديه وكتبان لك عاديه سهله كلشي يقدر يديرها، ولكن راه صعيبه بزاف خرجها. سعداتك اخويا الله يلا سعداتك. وليد باغي يمشي يلعب مع داك الفروج، شويه كيبان لك واحد الحوايج فوق رونو كيدايرين وقاصد الولد. طبيعة رابع نرجع بالله مو كانت قريبه منه جراتو دغيا، وكان داك السيد اللي دازت من حداه هوندا ولدو هذا مشى الولد. هاد خونا هز هاد العيبات ديال البيتزا وهي طيح ليه وحده من الفوق وشد بيدي الاخر لدرجه ما تيقش راسو، سحب ليه راسو تحول سبايدر مان تيديرها مول الكاميو طارت ليها الرويضه. وشوف ربي كيفاش حفظ هاد مول بيكال، الرويضه مشات لليمن والكاميو مشى لليسار. دابا اصلا الكاميو ملي كطير ليه الرويضه راه تيفقد الكونترول، يعني كون كان جاي قاصدو راه غيبقى قاصدو، ولكن شوف ربي لطف به اخونا ما طرا ليه والو. هاد الدب كان غادي يهجم على الصياد وهو يبدل رايه. اخوان اللي فهم شي حاجه كتب لنا في الكومنتير واش هو فهم باللي غيتيري فيه. السيد مسكين غادي ما بيه ما عليه، شوفوا شنو غيطرى ليه. شنو هذا؟ ولكن الاخوان حاجه وحده طيرتني هي رده الفعل ديالو. هاي الهوندا دازت من حداه خونا بقى غادي ما دركهاش. ها هو عاد يوصل الميساج. هاد ختنا كانت هابطه دير الغوص في البحر وشوفوا الاخوان هجمت على سمكه القرش، يعني تصوروا معايا كون هبطت غير قبل شويه. السلام عليكم بعديا الاولى. هاد السيد هذا غادي في الشتا، شوفوا البرق فين غادي راه حداه بشي سنتيمترات قلال. وكما كتعرفوا الاخوان اللي قصنا يدينا في البريز 220 فولت راه غتقدر تفنى، اما البرق راه ما عرفتش شحال فيه من رماد. كون قاصر
مشى. هاد خونا كان غادي يطيح صدق ماركي بيت داكشي ديال الله ما كاينش. هاد خونا حتى هو اللي ضرب الكره ديال البيسبول قاعده زهرو هنا. شوف الكره ضربات تما وعاودت ضربات تما وفين غتجي في الكاس ديال خونا اللي كيتفرج. زهرو ضاع في الخبر خاوي. شنو استفدنا في هذا الشيء دابا؟ هاد القنيطيره هذه كاينه في الصين وشوفوا كيربطوكم اللور واش يخليوك تبقى تنقص فيها كدوز الجهه الاخرى باش تحرك شويه الادرينالين وتستمتع شويه. ولكن الاخوان انت لا بغيتي تمشي دير هذه القضيه هذه ننصحك نصيحه واحده وانك تفيري في هذيك اللعيبه والشاده مزيان. حيت ضربوا لي على هاد خونا شنو غيطر عليه. سير السي ابراهيم سير 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 مال شوف الرياكسيون ديال خونا تيضحك كوتي غتبوت. كتبوا لي الاخوان في لي كومونتير من بعد ما شفت هاد لا فيديو واش تقدر تجرب دير هاد اللعيبه تنسى. الفيديو ديالنا سال هنا ما تنساوش ديروا واحد الضحكه بلاصه اللايك وواحد الفولو وعينوا الفيديوهات الجايه. عرفتي راه شي حاجه بزاف خليوها بيناتنا.